ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويله لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء وتركنا يوسف عند
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عنه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا من صيام بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل عليه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها
وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا
سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن كله وإليك يرجع الأمر كله
علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ ما بين السماوات والأرض، ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حمدا نشهد لك به بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة. سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضي، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى يا ربنا هي نزلنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعل الجنة هي دارنا، واجعل الحي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا حبيب المحبين، يا سلوة الطائعين، يا ملاذ الراجين، يا مهرب التائهين، يا الله يا الله يا الله، يا كريم يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا من أمره بعد الكاف والنون، فعالا لما تريد، يا من أمره بعد الكاف والنون.
شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا سيدنا، نسألك يا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك سؤالا واحدا أن تجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته ولجأ إليك فآويته واستنصرك فنصرته واستهداك فهديته ودعاك فأجبته واسترحمك فرحمته واستأمنك فأمنته واستغاثك فأغثته وأحبك فأحببته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ابنا إلا أصلحته وصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك باسمك العظيم، نسألك باسمك العظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا 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 وسيدنا ومولانا، اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، من كان معنا في هذا الجمع المبارك ويشكو مرض أمه أو أبيه أو قريب له أو حبيب، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك في هذه الساعة المباركة، الساعة المباركة، أن تسبغ عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم بعافيتك. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اكتب لهم أجر ما قرأناه وما ذكرناه وما دعوناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفجع أحدا من المسلمين في أمه وأبيه، اللهم لا
تفجع أحدا من المسلمين في أمه وأبيه أو قريب لنا أو حبيب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا ونحن نودع ثلثي هذا الشهر الكريم، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبين الذنوب التي بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك، اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس، اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس، سترتها علينا في الدنيا، أكرمتنا بسترك، أكرمتنا بسترك، اللهم فلا تفضحنا يوم القيامة، اللهم فلا تفضحنا يوم القيامة، اللهم اشملنا بسترك ورحمتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإيمان ونقنا من الذنوب إذا غسلنا على الأعتاب وكفنا في أبسنا يا عظيم الجناب. ارحمنا إذا حملنا على الرقاب وصلى علينا الأهل والأحباب يا رب الأرباب. آنس وحشتنا إذا أهالوا علينا التراب وغلقت علينا الأبواب يا رحيم يا وهاب. أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. ثبتنا اللهم بالقول الثابت من فزع منكر ونكير، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا عند فزع منكر ونكير. ألهمنا اللهم الإيمان وصدق الجواب، اللهم ألهمنا الإيمان وصدق الجواب، فاعتقنا من النار ومن السبعة الأبواب، وأدخلنا الجنة يا ربنا من الثمانية الأبواب، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل.
إلهًا إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا مصرف الليالي والأيام. هذه العشر الأواخر من شهرك الكريم قد أقبلت، اللهم تقبل فيها دعاءنا وصيامنا وثناءنا وقيامنا وصلاتنا وسلامنا على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا فيها ليلة القدر صياما وقياما، إيمانا وحق الحسنات، ونسألك اللهم فيها العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا فيها على العزم في طاعتك والإدبار عن معصيتك والتزود من خيراتك والمسابقة إلى رضوانك والمسارعة إلى رضوانك والمسارعة إلى مرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد مضى ما مضى من شهرنا، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبلغنا ووفقنا لصيام وقيام ما تبقى من رمضان. إلهنا إلهنا ما مضى من رمضان، وبلغنا ووفقنا لصيام وقيام ما تبقى من رمضان. إلهنا إلهنا نسألك سؤالا واحدا، نسألك سؤالا واحدا. إلهنا هل أعتقت رقابنا فيما مضى من رمضان؟ إلهنا إن لم تكن رقابنا أعتقت من النار فيما مضى من رمضان، فاعتقنا الآن، اعتقنا الآن، اعتقنا الآن. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة أجمعين برحمتك يا صلى. أخبرنا حبيبك صلى الله عليه وسلم أنك سبحانك وبحمدك حي كريم، تستحي من عبادك إذا هم رفعوا إليك أيديهم أن تردهما صفرا خائبتين. إلهنا وقفنا في بابك، وقفنا في بابك، مددنا إليك أيدينا، وجهنا إليك وجوهنا، نحن الأذلاء الفقراء المقرون المعترفون بذنوبنا. اللهم فاقبلنا ولا تطردنا، اللهم فاقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اجعلنا عندك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وكريمنا وراحمنا، اجعلنا ممن تقول لهم في ختام هذه الليلة: عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، اذهبوا مغفورا لكم، اذهبوا مغفورا لكم، اذهبوا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، بدلت سيئاتكم حسنات،
رضيت عنكم يا عبادي، رضيت عنكم يا عبادي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إلهنا إن ثقتنا بك كبيرة، فأيدينا إلى جودك ممدودة، وضمائرنا على توحيدك معقودة. إلهنا فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، لا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.